السؤال الأول، هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا باينا أن تصافح وتسلم على عمها، وأعني بعمها هنا الذي صار عما لها بعد زواجها وليس عمها أخو أبوها؟ نعم، والد زوجها محرم لها، سواء طلقها الابن أو لم يطلقها هو محرم. وحلائل أبنائكم، ذكر الله من المحرمات في النكاح وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهي محرم له. نعم.